نرى كثيرا من الشباب يتوافدون على بعض المحاضرات، يمكن يصلون إلى 3000 أو 4000 شخص. لكن إذا رؤي دروس العلماء وهم كبار لا يرى عندهم إلا القلة، وهذا من تسويف وتسويل الشيطان. لماذا لا يكون الحرص على الدرس كما هو الحرص على المحاضرات؟ لكن لما كانت المحاضرات يأتيها الإنسان ويقول أستفيد فائدة عامة سواء ضبطت شيئا أو لم أضبطه أتى إليها، لكن العلم الشرعي لا بد من إحضار ذهن، لا بد من اجتهاد، ولكن الذي يبقى هو العلم الشرعي، الذي يبقى هو العلم الذي يكون لهم قدر ومنزلة وأثر في الواقع هم العلماء. ولذلك إذا جاءت الفتن لا يتصدى لها إلا العلماء. أنا أذكر فيما مضى في عهد ابن باز رحمه الله لما كان درسه في الجامع الكبير قبل أن يهدم، كان لا يحضر دروسه إلا ما يعدون على الأصابع. بينما إذا صارت هناك محاضرة لأحد الدعاة يأتون بالآلاف، وإذا اجتمع عالم واجتمع داع شهير لا توجه الأسئلة إلى هذا الداعي، وإنما توجه إلى هذا العالم. فالحرص على العلم الشرعي.